بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وفيديو جديد. والفيديو النهاردة طبعا الحدث الجلل اللي حصل النهاردة في مصر، وهو التعويم أو زي ما بيقولوا كده تحرير سعر الصرف طبقا لآليات السوق. طبعا الفيديو ده تحت البلاي ليست الجديدة اللي احنا كنا عملناها، اللي هي كلام في الاقتصاد، وكان جالنا من حضراتكم يعني بوزيتيف فيدباك عليها، وبالتالي قررنا ان احنا نستمر في هذه المفضلة. طبعا النهاردة طلع بيان صحفي باجتماع استثنائي لجنة السياسات النقدية، وحضراتكم عارفين ان احنا عادة بنجتمع الخميس، ولكن النهاردة هو فعلا اجتماع استثنائي، والبنك المركزي قال فيه ان هو نتيجة للعوامل الاقتصادية اللي موجودة وارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاساسية ونقص الموارد من العملة الاجنبية، فقرر البنك المركزي ان هو يرفع كويس فايده في واخد بال حضرتك او فايده او سعر عائد الايداع والاقراض الليله الواحده وسعر العمليه الرئيسيه للبنك المركزي بمواقع 600 نقطه، يعني 6%، بمعنى ان وصلت النهارده ل 27 وربع، 28 وربع، 27 75، وتم رفع سعر الائتمان والخاص برضه ب 6 نقط او ب 600 نقطه اللي هو 6%، ويوصل 27 و75 من 100. وطبعا نتيجه لهذا القرار كمان صدر قرار آخر يتبعه، وهو إن هنا البنوك أو سعر الصرف الخاص بالعملات الأجنبية خلاص يتم توحيده وتحديده وفقا لآليات سوق، كما ذكرت جريدة المال زي ما حضراتكم شايفين. وقال ان ده اجراء مهم جدا وبالغ الاهميه، وده هيقضي على السوق السوداء، حيث ان الناس هتتوجه للبنوك للتخلص من الدولار سواء بيعا او ان هي واخد بال حضرتك كمان تشتري من هناك. بس وطبعا الحته الرئيسيه ان احنا عايزين نقولها هنا، هل البنوك هيبقى عندها الرصيد الكافي من الدولار ان هي تلبي هذه الاحتياجات؟ لان البنك المركزي برضو اتكلم على طبعا هنا الخبر، البنك المركزي يرفع سعر الفايده 6% في اجتماع استثنائي على الايداع والاقراض، تمام زي ما احنا قلنا دلوقتي. ولكن البنك المركزي كمان قال ان احنا محتاجين مراجعه وتنقيه تقارير طلبات تطبير النقد الاجنبي. يعني ايه؟ يعني اي حد بيستورد اشياء معينه يجب ان يخطر بها البنك المركزي، وعشان نبقى متاكدين فعلا واخد بال حضرتك ان هذه الطلبات يعني زي ما بيقولوا كده اساسيه وليست واخد بال حضرتك حاجات طرفيه، وبالتالي عشان يقدر البنك يبقى عارف ايه اللي مطلوب منه ويقدر ان هو يلبي هذه الطلبات الخاصه بتدبير النقد الاجنبي للعملاء، وده عشان نقدر ان احنا برضو كويس نبقى ظابطين هذا الكلام مع السوق الاخر اللي موجود في البنك. طبعا نتيجه لهذا على طول البنوك كلها ابتدت ان هي تتحرك، والبنك الاهلي يطرح شهاده ادخاريه جديده بعائد سنوي متناقص يصل ل 30% خلاص، و25% للسنه الثانيه، طبعا 30% في اول سنه، 25% ثاني سنه، 20% للسنه الثالثه، ولكن يصرف العائد بصوره دوريه سنويه. يعني حضرتك حاطط 100,000 جنيه هيجي لك اول سنه 30,000، السنه الثانيه 25,000، السنه الثالثه 20,000، ولكن الفايده حضرتك هتاخدها في اخر السنه وليس شهريه ولا ربع سنويه. وكمان تم تعديل شهاده او طرح شهاده جديده لثلاث سنوات متناقصه بسعر اللي احنا قلنا عليها، لكن التعديل تم في اللي هي الشهاده البلاتينيه المتناقصه اللي كانت موجوده لتصبح 26% للسنه الاولى، 20 و22% للسنه الثانيه، و18% للسنه الثالثه للاصدارات الجديده من اليوم وهو 6 مارس 24. والشهاده بتاعه 19% اللي كانت بتصرف شهري اصبحت دلوقتي 21 ونص سنوي كويس 3 سنين. يعني برضو خلي بال حضرتك انت بتتكلم هنا على 21.5% سنوي وليس شهري، هي كانت 19% شهري. ويشار الى استمرار الشهادات البلاتينيه لمده سنه اللي هي ب 27% تصرف بعد سنه خلاص، و23.5 تصرف العائد شهريا. يبقى الاعلى مفروض دلوقتي شهري هو ال 23.5 تمام، والسنوي هي لمده سنه برضو واحده وهي ال 27%، تمام. وفي نفس الوقت تابعوا طبعا على طول البنك، بنك مصر، وعمل نفس القصه بالظبط، برضو عدل كل هذه الاشياء خلاص بنفس الكيفيه، 21.5% سنوي للاصدارات الجديده بدلا من 19% شهري. وبرضو نفس القصه هنا شهاده طلعت حرب اللي هي 27% بنهايه المده، و23.5 تصرف العائد شهريا، ولكن برضو مدتها شهر واحد، سنه واحده
فقط، وقال ان الشهاده دي يمكن استردادها بعد 6 شهور اعتبار من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهاده. وطبعا كل ده كان ليه تاثيرات بقى على سعر الدولار والعملات الاخرى في البنك. ولما دخلنا نشوف لقينا، وده اخر تحديث منذ دقيقه واحده للبنوك، كريدي اجريكول الشراء 50 تمام، 50 75، البيع 50 85. طبعا الشراء والبيع ده من وجهه نظر البنك، يعني البنك بيشتري ب 50 75 لو انت عايز تبيع دولار، وبيبيع لك لو انت عايز ب 50 85. بس انا برضو مانيش عارف حتى الان هل فعلا اصبح من الممكن ان انا اخش البنك واشتري دولار ولا لا. اعتقد ان دي حته لسه محتاجه انها تتوضح. اقل سعر موجود عندنا دلوقتي بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه 50 دولار شراء و50 و10 قروش بيع تمام. بعض البنوك لم تحدث، واخد بال حضرتك، الارقام بتاعتها تمام. مصرف ابو ظبي الاسلامي، بنك بلوم، والبنك المركزي المصري كما هو 30، ده طبعا طبقا للموقع يعني. فهو هنا طبعا بيقول احسن بنك تشتري منه دلوقتي لو لقيت مصرف ابو ظبي الاسلامي بسعر 30 زي ما احنا قلنا من شويه، وتبيع احسن بنك تبيع له هو كريدي اجريكول، واخد بالك، لان هو الاعلى في الشراء منك ب 50 75. ده كان استعراض بسيط كويس لما حدث اليوم في اسعار الفوائد او فائده في البنوك، وفي نفس الوقت كمان هذا ما حدث فيما يخص اسعار العمله. نتمنى ان ده يعمل توازن في السوق وما يبقاش في سوق سوداء، ويبقى التعامل من خلال البنك عشان يتوفر سيوله كافيه كويس، يقدر البنك المركزي بيها يحافظ على او ينزل حتى سعر طبعا الدولار. طبعا الاسعار هنشوف هيحصل فيها ايه، ولكن النهارده من 30 ل 50 كويس، احنا بنتكلم على حوالي 40% زياده او تلتين، 66% زياده، ولكن ان شاء الله ربنا هو الحافظ. متشكر لحضراتكم جدا، ونشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.